شفع المحسنين منا في المسلمين. اللهم لا تفرق جمعنا في هذا المكان المبارك وفي هذه الليلة المباركة إلا بذنب مغفور وسعي مشكور وعمل متقبل مبرور يا عزيز يا غفور. اللهم أعطنا ولا تحرمنا وأكرمنا ولا تهنا وآثرنا ولا تؤثر علينا واختم بالصالحات أعمالنا وبالسعادة آجالنا يا رب العالمين. اللهم تجاوز عنا ما حصل من خطأ أو نسيان أو تحريف أو زيادة أو نقصان واجعل دعاءنا هذا دعاء مباركا على من قرأ وحضر وسمع وشاهد وأمن عليه وأمن عليه وأمن عليه يا رب العالمين. إنك تعلم مكاننا وتسمع كلامنا ولا يخفى عليك شيء من أمورنا. نحن الفقراء إليك، هؤلاء عبادك رفعوا أكف الضراعة إليك. اللهم لا تفرق جمعنا الحاقدين وحسد الحاسدين يا رب العالمين. اللهم تقبل منا دعاءنا وصيامنا وقيامنا. اللهم تقبل منا دعاءنا وصيامنا وقيامنا. اللهم لا تردنا خائبين. اللهم لا تردنا خائبين ولا عن بابك مطرودين ولا من رحمتك محرومين. برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. واعف عنا واعف عنا واغفر لنا واغفر لنا وارحمنا وارحمنا. أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اجعل عملنا صالحا واجعله لوجهك خالصا وأعذنا من الرياء والسمعة وأعذنا أن نؤذي أحدا من المسلمين أو نجر عليهم أذى يا رب العالمين أو نقول زورا أو نخشى فجورا. يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم لا تجعل في دعائنا هذا لأحد غيرك شيئا. اللهم لا تجعل لسواك فيه شيئا. اللهم لا تجعل لسواك فيه شيئا. وأعد علينا هذا المكان المبارك في كل عام وارزقنا حسن الختام في كل عام وارزقنا حسن الختام. اللهم إنك تتفضل على عبادك في آخر ليلة من رمضان بعتق رقابهم من النار. اللهم فاجعلنا ممن شملتهم بالعتق من النار. اللهم لا تحرمنا خير ما عندك لسوء ما عندنا. اللهم أعطنا من الخير فوق ما نرجو واصرف عنا من السوء فوق ما نحذر. اللهم ما لم تبلغه مسألتنا وما نقص عنه علمنا وعملنا وما قصر وضعف عنه رأينا من خير أنزلته على أحد من خلقك أو شر صرفته عن أحد من خلقك فاجعل لنا من الخير أوفر الحظ والنصيب واصرف عنا من الشر كله ما لا نحذر يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا اختم لنا
بالقبول، اللهم اختم لنا بالقبول، اللهم اختم لنا بالقبول. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، واغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين، يا أكرم الأكرمين، يا أجود الأجودين، إنك قريب سميع مجيب الدعوات. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. اللهم إنك قلت وقولك الحق، ادعوني أستجب لكم، ادعوني أستجب لكم، ادعوني أستجب لكم. اللهم هذا الدعاء، اللهم هذا الدعاء، ومنك الإجابة، ومنك الإجابة، ومنك الإجابة، وهذا الجهد وعليك التكلان، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك، وبمعافاتك من عقوبتك، وبك منك لا نحصي ثناءً عليك أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم صل على محمد ما ذكره الذاكرون الأبرار، وصل على محمد ما ذكره الذاكرون الأبرار، وصل على محمد ما تعاقب الليل والنهار، وصل على محمد وعلى المهاجرين والأنصار وعلى جميع الأصحاب والآل يا رب العالمين. اللهم امحنا معهم، اللهم اطعنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على الحبيب المصطفى والرسول المجتبى والخليل المرتضى نبينا وسيدنا وقدوتنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.